بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مرة تانية. محمد مرعي بيحييكم وبرحب بكم في الحلقة رقم 40 من سلسلة تعليم ويندوز 7 للمبتدئين. مكملين مع المتصفح انترنت اكسبلورر، والنهاردة هنتكلم على حاجة جديدة اسمها الفيد أو فيدز. شايفين الأيقونة اللي هي أو الصورة الصغيرة ديت؟ الصورة الصغيرة دي بنقول عليها في عالم الكمبيوتر أيقون، يعني أيقونة اللي طبعا هي دلوقتي مش أكتف. الفيد معناه ايه؟ بمعنى مثلا لو فرضنا مثلا ان طبعا كل القنوات التلفزيونيه او الاخباريه لها صفحات على الانترنت. لو فرضنا ان انت مثلا بتروح تتفرج على صفحه اخباريه معينه عشان تشوف الاخبار، ولتكن مثلا بي بي سي، فالفيد ده هي فيها تجيب البي بي سي اللي عندك، بدل ما انت تروح على البي بي سي، بدل ما تروح على الانترنت وتفتح وتقعد تدور على البي بي سي وتخش على البي بي سي وتشوف السبورتس او الرياضه وكلام من ده، فيك تشترك في الصفحه بحيث ان انت يوصلك كل الجديد من الصفحة على طول موجودة عندك على الانترنت اكسبلورر. طيب علشان نعمل الكلام ده، خلينا الاول نروح على فيو ونروح على اكسبلورر نوت، ونختار اكسبلور بارز ونختار فيد او فيفوريت. خلينا فيد مثلا، هي نفس الحاجة بتفتح لك القائمة دي. طبعا لو ضغطت هنا بتلاقي حاجات هنا، هي طبعا بتنزل مع الويندوز، حطها لك ديفولت عندك، انما طبعا ده مش موضوعنا. في حاجة اسمها سجستد سايز نوت، طبعا هي دلوقتي اوف. معناها ايه دي؟ معناها ان انت لما بتفتح سايت معين في اجزاء او اقسام معينه في الصفحه اللي انت بتفتحها، زي ما قلتلكم صفحه بي بي سي مثلا، فيك ان انت تشترك فيها. كويس، فهي بتقول لك انهي الصفحات اللي انت ممكن تشترك فيها. طبعا علشان نفهم الموضوع دوت، هي طبعا دلوقتي اوف، فلازم اعمل لها تيرن اون. بضغط على البطن دوت اللي هو جيت يور اون سجيشن دوت، بيطلع لي الويندو دوت، بقول له تيرن اون يعني شغل الخاصيه دي. كويس، طبعا لما ضغطت عليها هنا، لو ضغطت على السهم الصغير دوت بيطلع لي حاجات هنا دلوقتي، سيبها دلوقتي. قبل ما اشرح الفيدز ديت، احب اقول حاجه. الصفحه دي دلوقتي عملت لها تيرن اون، اللي هي الاقتراحات، الصفحات المقترحه. لو انت مثلا لغرض ما حبيت تعمل لها اوف وترجعها تاني، بس معلومه كده على الماشي، بتروح على تولز وبتختار، تنزل تحت على انترنت اوبشنز دهيت، وبتروح على ادفانسد اهي، وبتنزل على قسم البراوزنج دهوت البراوزنج، وتختار حاجه اسمها انيبل سجستد سايتس، بتعمل لها اوف وتعمل اوكي. طبعا انا مش هعمل لها اوكي على اساس ان انا بشرحها دلوقتي. طيب بروح على صفحه مثلا معينه اهوت، واكتب مثلا بي بي سي. طبعا طلع الاختيار اهوت، بقول له بضغط على بي بي سي. لازم الاول افتح الصفحه قبل ما اعمل اي شيء، الصفحه اللي انا عايزها. لو لاحظنا ان الايقونه هنا اهوت لسه ما عملتش اكتيفيشن، ليه؟ لان الصفحه ديت اللي انا فيها مش عارف الجزء اللي فيها اللي لازم اعمل له فيد. فهنا بقى بيجي دور اللي هو الصفحات المقترحه اللي هي سجستد سايز دي، بضغط عليها. هنا بيعمل لي خيارات هنا هو، تمام؟ انا بجرب مثلا واحده ولتكن مثلا سكاي سبورت ده هي. بضغط عليها. طبعا دي مش شغاله. بروح اجرب واحده ثانيه مثلا ولتكن مثلا بي بي سي سبورت. نجرب كده. بي بي سي سبورت ليها فيدز، لو شفنا العلامه هنا اهيت، تمام، معناها فيد. طبعا لو ضغطت على العلامه ديت طلع لي كل الفيد. او طبعا شوف ديت زي بيقولوا عليها الهيد لاينز، ليها الرؤوس يعني الاخبار الرئيسيه، ولو ضغطت على اي واحده منهم بيطلع لي الخبر كامل. طيب اشترك في الحاجات دي ازاي؟ لو لاحظنا ان في حاجه هنا اسمها سبسكرايب تو ذيس فيد. طبعا اول ما اضغط على سبسكرايب تو ذيس فيد، معناها ان انا بشترك في الصفحه بتاعت الرياضه دهيت اللي انا اخترتها. بضغط عليها، تمام. هنا بتطلع لي ويندو تاني، بقول لي ايه؟ بقول لي اكتب لها اسم. انا بكتب بي بي سي سبورت اهيت، سبورت ماشي، بقول له بي بي سبورت بس اهيت. هنا طبعا بيحفظها في الفيد. لو انا عايز اضيفها للفيفورت بار اللي هو دهوت، الفيفورت بار دهوت، باخد ديت بقول له مثلا اوكي ضيفها للفيفورت بار، وبعدين بقول له سبسكرايب. طبعا لو انا عايز اعمل مجلد جديد عشان ابقى منظم زي هنا كده، بقول له نيو فولدر، وبقول له اعمل له مثلا سبورتس رياضه مثلا، وبقول له كرييت، تمام. لو لاحظنا ان هو على الشمال هنا اهوت ضاف لي مجلد اسمه سبورت، وبعدين بقول له سبسكرايب اشترك. هنا لاحظنا حاجتين اتنين. طبعا هنا بقول لي هاف سكسسفولي سبسكرايب تو ذيس فيد، يعني انت بنجاح تم تسجيلك في البتاعه دي. لو لاحظنا هنا حاجتين اتنين، خلينا نقفل ديت. اعمل لي فولدر هنا اسمه سبورت، وتحتيه المقترح دوت، تمام اهوت اللي هو ده اهو،
وفي حاجة تانية هنا، ضاف لي هنا عنوان فوق. هو يعني فرضا انا رحت مثلا قفلت دهوت كله، ورحت مثلا على صفحة جديدة مثلا، ولتكن مثلا فيسبوك، اهو فيسبوك دوت كوم. فرضا انا شغال على الفيس دلوقتي، وعايز اشوف الاخبار اللي هي موجودة مثلا على صفحة البي بي سبورت، مش لازم اروح على صفحة البي بي سي. هنا طلع لي على الفيفوريت، لان انا اخترت ان انا اضيفها على الفيفوريت، على الفيفوريت بار اللي هو الشريط دوت. بضغط على السهم ده اهو، بيطلع لي كل العناوين الرئيسيه. ايه العناوين الرئيسيه ديت؟ العناوين الرئيسيه ديت اللي هي ده ايه؟ العناوين ده ايه؟ اللي هي اللي فوق دي، العناوين دي طلعها لي هنا ايه؟ آه سوري، طلعها لي هنا ايه؟ تمام؟ قبل ما اول ما اضغط عليها طلع لي بياخدني على الصفحه، فاروح اقراها من هنا وانا واقف اهوت. مش محتاج ان انا اروح على البي بي سي او اشوف الكلام ده، شوف الاخبار كلها. طبعا الكلام ده بينطبق على اي صفحه رياضيه او اخباريه موجوده عندك انت حبيت تشترك فيها، بحيث ان يوصلك كل الحاجات، يعني المعلومه تيجي لعندك بدل ما انت تروح لها. طبعا لو انت ما ضفتهاش على الفيفوريت بار، فيك طبعا بتعمل لها اكسس من الفيز من هنا، تضغط عليها هنا، وزي ما قلت لازم تعمل لها عمليه تنظيم. ده كان كل شيء على حلقه النهارده، ولسه مكملين مع المتصفح، وحتى نلتقي في حلقة قادمة. لكم مني كل الحب والتقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.